انا والله ما كنتش متوقع اللي هيحصل ده خالص، ما كنتش متوقع مع اني عايز اقولكم امبارح جات رسالة من طرف كان على احد اللقاءات طرف مصر كان عندي صلاة عندي تباصر، لكن الحمد لله رب العالمين النهارده شديت المترو اللي هو ما يقارب 180 متر ان شاء الله انا بوعدكم بعد شهرين ان شاء الله بعد ثلاث تعمل ايه؟ اكبر من كده هتعمل ايه؟ ان شاء الله خلص المترو هو 300 طن ان شاء الله الايام الجايه وبعد كده الطياره يا جماعه.